حيت القضيه. السلام عليكم، حنايا مؤسسه بن شمسي، عمر بن شمسي من جمعيه الامل، جينا طالبين بحق ولادنا. نهار الجمعه ديناهم فرحوا، نهار اثنين تصابينا بان المدارس تسدوا. علاش؟ ان الوزاره مع المندوبيه جات قال لك ان الاقسام ما يقراوش الدراري، يقراو مع الاطفال العاديين. واش الطفل المعاق غيقرا مع العادي؟ استاذه تقابل لي ولدي ولا تقابل 39 واحد في القسم؟ بغينا غير نعرفوا، حنا كنطالبوا سيدنا ومن الجمعيات كما بغاو ومن الوزاره انه يشوفوا الطفل المعاق. حنا بغينا الطفل المعاق يقرا في قسم مدمج ماشي مع الاطفال العاديين. وعاش سيدنا، وعاش سيدنا، وعاش سيدنا. بالاسف ما عرفتش انا هاد المكناس علاش مهمش، مهمش من كل النواحي، وزادوا كملوها علينا مع هاد الاطفال ديالنا. كيقول لك لا ما يبقاش عندهم قسم حتى مدروس، وفين غادي يقراو هاد الاولاد؟ لا دخلوا مع اطفال عاديين. واش الطفل العادي يمكن له يقرا مع طفل معاق؟ يستحيل، مستحيل. علاش؟ لان الاولاد العاديين ما مربينش على ان دوك الاولاد المعاقين خصهم يتعاملوا تعامل مختلف. ومنين يدخل طفل معاق يقرا مع طفل عادي، والطفل العادي يضرب المعاق، فين غادي نوصلوا؟ وهاد المعلمه هادي اللي غادي تقري الطفل المعاق مع طفل عادي، كي غادي دير تقابل الطفل المعاق او الطفل العادي؟ هادشي اللي كيطالبونا به مستحيل وصعيب وحشومه وعيب. ولادنا كيهمشوهم وجراو عليهم من التعليم، تعلموا جمعيات وقفوا معنا وخدموا مع وليداتنا وحاولوا على الاقل يوصلوهم الاعتماد على نفسهم. دابا كيجيو يهرسونا خلي ولادكم يقراو مع التعليم الحكومي مع الاطفال العاديين. لا حول ولا قوه الا بالله. كنطالبوا الا كان ممكن، وعيب عليهم انهم يخليو هاد الوليدات هكذا مهمشين ويحرموهم من الدراسه ومن التعليم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسم الله. السلام عليكم. اضافه للاخت، حنا راه هذا الشيء اللي تيطالبونا به حنا راه درناه قبل ما يقولوه لنا. حنا راه هاد الوليدات ديالنا راه الحمد لله وليداتنا راه مكبتنا وملحمنا وشحمنا، راه حنايا هبطنا وجرينا ديناهم المدارس العموميه، ديناهم المدارس الخاصه، حتى واحد ما قلب ما قبلهم، حتى واحد ما شد بيديهم. عاد لجعنا للجمعيات، عاد لقينا اخر مطاب لقينا ان هاد الجمعيات هما اللي هزوهم في الاخر حنا نرجعوا. علاش ما يقبلوهمش في الاول ملي مشينا دقينا وطرقنا الابواب ديال المدارس العموميه؟ علاش ما يقبلوهمش ويديروا لهم حتى هما الحق ديالهم؟ دابا حقا عاد رجعوهم. حنا الطفل هذا الا درناه مع طفل عادي راه غيتعرض لبزاف ديال الاهانات. واش الطفل عادي غيندمج مع الطفل المعاق؟ ما يمكنش، هادشي راه مستحيل اللي كيطالبوه. وهاد الناس هادو اللي كيقولوا لنا ان هاد الاقسام يتقطعوا ويتسدوا، انهم قالك ما شافوا منهم حتى شي نتيجه، راه حشومه وعار، راه حشومه وعار. يقولوا ما كاينش منهم نتيجه. هادو راه عندهم كفاءات وعندهم طاقات، على حسب كل واحد، على حسب الطاقه ديالو. كاين اللي كيقرا حرف اسبوع، جوج اسابيع، ثلاثه الاسابيع، على حسب الطاقه ديالو. ما يمكنناش حنا نجيو نفرضوا عليه غادي يتعلم الحرف ولا يتعلم واحد الكلمه في واحد الوقت وجيز، ونجيو حنا نفرضوا على هاد الوليدات هاد الشيء هذا؟ راه عيب وعار. حنا كنطالبوا تبغينا حنا زعما نطمحوا لبزاف ديال الحوايج اخرى نشوفوهم ونفرحوا لهاد الوليدات. صدقوه هرسونا في شي حوايج اللي حنا كانت عندنا وغايجيو يهرسونا هاد الوليدات. راه حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. حنا ماشي في حاجه باش نتحطموا وباش نوصلوا لهاد الاهانات. كيكفينا هاد الشيء اللي فينا، يكفينا صابرين في الطبيب ديالهم، في 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 المؤونه ديالهم، بزاف الحوايج ساكتين عليها وصابرين. وهاد الوليد هذا انا توفى لي الاب الزوج ديالي وتوفى الاب ديالو، ويزيد يتدمر هاد الولد مدمر ويزيد يتدمر. حسوا بينا وحسوا بوليداتنا، لا حول ولا قوه الا بالله. سعيدة سعيدة سعيدة.